پہلے آپ سب لوگ درود شریف پڑھ لیجیے تین تین مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معظم الجود والکرم والی و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قابل توبۃ آدم یوم عاشورا، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، يا سامي دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأطل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. پروردگار عالم، یہ دعائے عاشورا جس کی تلاوت کی گئی، سماعت کی گئی، میرے مولا پڑھنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی، سننے والیوں کو بھی، سب کو میرے مولا طویل عمر عطا فرما، حیات مبارک عطا فرما، مولا ہم سب کو نیک صالح بنا دے، ایمان کی